السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، قبل أي شيء أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. بواقع 40 منحة التعليم تعلن عن زمالات دراسية جديدة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس عن توفر زمالات دراسية رومانية بواقع 40 منحة دراسية للعام الدراسي 2020-2021. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان إن الزمالات المعلنة تشمل 40 منحة دراسية في مجالات العلوم الاقتصادية والأعمال التجارية والعلوم الزراعية والنفط والغاز والعلوم التقنية للدراسات الأولية والعليا، لافتا إلى أن الفترة المتاحة تستمر إلى 31/8/2020، وأضاف أن التقديم يكون إلكترونيا، وسياق الترشيح يعتمد على الضوابط المعتمدة في الترشيح للزمالات الدراسية على وفق النظام رقم 3 لسنة 2018، ولا تتحمل وزارة التعليم أي تبعات مالية